صباح الخير وكل الخيرات للأصدقاء متابعينا بإطلالة جديدة لمشاكل وحلول عبر تلفزيون لبنان. الموضوع اللي رح نحكي عنه اليوم شاغل كل اللبنانيين انطلاقا لأهميته، وطبعا هذه المحطة التوضيحية عبر تلفزيون لبنان مش لحتى نقول انه عم نبخر المدير العام او عم نسعى لحتى نبيض صفحته الانصع من الثلج. جون جبران مدير عام مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان يعاني ما يعانيه من مثل كثيرين من اللبنانيين من واقع حياتي صعب كثير. كانت زيارته اللافتة لدولة الرئيس نجيب ميقاتي بموضوع رح نحكي عنه هلأ ببرنامجنا، وكان البيان الصادر بهذه الصراحة لأول مرة منشوف مسؤول بيسعى أنه يوضح الأمور مش حتى يشيل عن ظهره المسؤولية، ولكن تيقول للناس شو ممكن يعمل المدير العام إذا جوبه بهذه الصعوبات والسرقات اللي رح نحكي عنها بإطلالتنا. مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان إذا كشفت عن أعطال كبيرة، ومعكم خبر أنه في سرقات أكبر كانت هي السبب بعدم وصول المياه للمشتركين، والمؤسسة دعت المانحين إلى مواكبة اللبنانيين بهالمحنة، وأكدت أنها مستمرة بتقديم كل ما تستطيع من خدمات للبنانيين بغض النظر عن الظروف القاسية اللي البلد كله عم بئن تحت وطأتها، ويلي عم تنعكس على الإدارة والموظفين اللي تراجعت قيمة رواتبهم لأكثر من 95%، وهيدي إشارة من مدير عم يحكي عن واقع الموظفين اللي عنده. المؤسسة اليوم عم تسعى بالتزام أكيد تجاه مواطنيها لإيجاد حلول للأزمات المتراكمة، بدءا من شح مادة المازوت يلي عم ينعكس تقنين حاد بالتغذية بأكثر من 65 محطة بتضخ مياه، والأعطال يلي عم تتطلب تصليحها بغالبية الأحوال قطع غيار بالعملة الصعبة يلي ما بتمتلكها المؤسسة، وتوضحت أكثر من مرة عبر اللقاء معنا وبكل لقاءات المهندس جون جبران، ووصولا لمكافحة نتائج السرقات وهيدي الأهم يلي رح نركز عنها ببرنامجنا. إذن منرحب بالمهندس جون جبران رئيس مجلس الإدارة مدير عام مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان عبر مشاكل وحلول من تلفزيون لبنان. سعادتك إذا عم تسمعنا بدي أقول لك أهلا وسهلا فيك. طبعا بهذه الإطلالة يلي أنا سميتها إطلالة توضيحية مرافقة للبيانات الصادرة عنك أنت. صباح الخير وشكرا على المقدمة حاج، وأنا بشكرك لأنه عم بتسهل علي كيف بدنا نحكي هلأ مع الناس. يعني الواقع اللي بدنا نحكي عنه إذا بتسمح لي سعادتك، اليوم ببيروت قبل كل شيء اتصالات كل قبل الظهر كانت عم توصلنا على تلفزيون تيسألوا المي اجت على بيروت، كانوا موعودين مبارح يمكن المساء أنه تجي، ولا شو هي الإجراءات اللي ترجع تتغذى بيروت بالمياه وشو كان السبب؟ حاج المي عن بيروت انقطعت اكيد الى تقريبا اسبوع مقطوعه. السبب البدايه من شي جمعتين حصل عندنا شح بالمازوت، ما عاد فينا نسلم مازوت نتيجه عدم قبول مصرف لبنان بالتحويلات نحن كنا عم نعملها له، كان دغري حولها للمنشات. اضطرينا نعمل اتصالاتنا، ومن اتصالات يلي صارت زياره لدوله الرئيس ميقاتي يلي ساعدنا بالموضوع وقدر عملنا حمله انه يقدر يحول مصرف لبنان اموال للمنشات، واخذنا مازوت. هالبدايه كانت بلش شح هونيك الى حين خلق عطل كبير على اسطل 1200 المغذي الرئيسي لمدينه بيروت. هي الأسطل اللي طالع من دبي انضرب راح منه جوان وطلع مي قدام جاليري خباز، وهذا الأسطل اللي عمره تقريبا فوق ال 45 سنة. اضطرت فرقنا على السريع تروح تبحث تتعمل الأسطل، وشافت انه بده قطعة لجوان بوقتها. نحن اليوم بوقتها ما كان عندنا القطعة الجديدة، اضطرينا نستعمل قطع قديمة عندنا بالمخازن، ووصينا على قطعة جديدة. نحن عم نشوف هذه الصور اللي بعت لنا، استعملنا القطعة القديمة نعم استعملنا القطعة القديمة ومشينا شوي على أساس تطلع قطعة جديدة، وطلعت القطعة الجديدة خلصت نهار التنين وركبناها. وهون بدي أوضح نحن المؤسسة ما عندنا إمكانية كان ندفع بالدولار حق القطعة،
تعاوننا مع اليونيسف اللي هن ساعدونا بحق هالموضوع وهالقطعه وحطيناها. نحن من امبارح عشيه بلشنا نضخ مياه على بيروت. نعم. المياه حتنضخ تدريجيا لانه ما فينا نضخ بسرعه قويه كثير، بيرجع ينبج الاسطر وبتروح الجوان. بين نص ليل انه في تنفيس صغير بالكاوتشوكي تبع الجوان، من هيك تاخرنا لاعاده البحش وهلا اني عم تتصلح قصة الكاوتشوك، عم يتسمك الكاوتشوك لالله راد، واليوم الظهر بنخلص الموضوع بنرجع بنستعيد الضخ تدريجيا الى مدينة بيروت، وان شاء الله كل شيء بيكون منيح. انا هون بحب كمان شير انه من امبارح هالشيء المي حولنا مي من الفريق الهندسي تبع المؤسسة، قدر عمل تحويلة مياه لبرج ابي حيدر من الاشرفية، وبلشوا يتاخذوا تدريجيا مي ولو بكميات قليلة الى حين انه نخلص اصلاح الاسطل، وان شاء الله ابتداء من اليوم ظهريا لنص ليل تكون رجع عبى الاسطل مي، لانه بحاجة لعشر ساعات ضخ متواصل تيعبي الاسطل مي تترجع المياه تيجي على بيروت. هلا في ناس عم بيسمعونا بدهم يقولوا انه انا صرحت انه الثلاثه عشيه بده يصير في مي، اكيد انا نتيجه رابورات المهندسين اللي عندي اياهم على الارض انا بصرح وبحكي الواقع، لانه لا انا عم بروح صلح، يعني في عندنا مهندسين عندنا فرق عندنا ناس عم بتتابع، انا صرحت هالشيء. العطل اللي صار ثاني مره العطل البسيط ادى الى التاخير، وهيدا نحن بالهندسه كمهندس انا بعرف انه بالهندسه بيخلق اشياء هيك انفورسين ما بنشوفها بتعرقل لنا العمليه. في ناس انا بشكرهم معنيين كبار، وفي ناس من نواب وفي ناس من مراجع محليه فهمت علينا شو عم نحكي، ولكن انا ما بلوم المواطن يلي هلا عم بيصرخ وعم بيقول ما عندي مي، انا ما بلومه ابدا، المي هي حاجه، المي هي حاجه لكل الناس. في مواطنين رح يختنقوا ما عندهم مي لهم اسبوع او اسبوعين، في مواطنين ما بقى معهم يحطوا حق سترن. انا هون بدي احب شير انه مع احترامي لكل الناس، سترنات عم بيستغلوا وجع الناس، سترنات عم بيستفيدوا من اوجاع الناس، هذا شيء عيب ومعيب لبعضنا نحن كشعب لبناني، بدنا نعين بعضنا نحط ايد بايد لبل بصير نحط الايد على اللي بتوجعنا. انا بعرف في ناس كثير عم بتصرخ. نعم. وناس تهمين المدير العام مباشره. انا بشكرك حاج، انا شخصيا عم تابع ليل نهار قدر الامكان قدر طاقتي الانسانيه قدر تابع، ولكن في فرع هندسي في رؤساء دوائر في مهندسين هن اللي عم بيتابعوا هن عم يعطوا رابورات. انا بحب ساعد الناس بالمتابعه برد على كل الناس، ولكن مش بايدي انا كفأس الزر قول المي اجت على بكره او بعد بكره. بحب وضح لهالمواطنين هالموضوع، وانا عارف في انتقادات كثير كبيره علينا، في انتقادات كثير كبيره على المؤسسه. نعم. وشيء مؤسف انه يكون في انتقاد كثير كبير على المدير العام بوقت انه العالم ما بتعرف انه المدير العام مش هو اللي بفوت بهال تفاصيل، في عنده ناس عم بيشتغلوا له، في السبلايرز اذا هو جاب قطعه مش منيحه هو مسؤول عنها، في عندنا اشياء كثيره. هيدي من ناحيه. من ناحيه ثانيه اذا بسمح لي احكيك، لانه انا بحب استغل هالبرنامج. فضل. وبحب استغل برنامجك حاج توصل الصرخه للبنانيين. نحن مؤسسه مياه بيروت وجبل لبنان مثل كل مؤسسات لبنان، انا بقدر احكي عن مؤسسه الشمال لانه انا على طول اتواصل مع المدير، مؤسسه الجنوب والبقاع. نحن اليوم رايحين على مش حسمي، نحن بضمن الانهيار بالبلد، نحن رايحين على انهيار. بس انا بعتبر كمؤسسات بعدنا اليوم احسن حالاتنا، وطن عم بينهار، المؤسسات واقفه ماشي لما عشيت فيه مثل ما عملنا النداء وقلنا بالرابور حضرتك لقيته، الموظف ما بيعبي ثلاث تنكات بنزين بمعاشه، كيف بده يكمل شغله على الارض؟ كيف بده يجي على الاداره يكمل شغله؟ اداريا نحن تراجعنا، موظفين على الارض متراجعين، ما عندنا معاشات، المعاشات اقله صارت 40 دولار 50 دولار لكل مواطن. نحن عندنا مشكله اصلاح المولدات، اصلاح المناطق اللي عم تنسرق، نحن في محطات عم تنسرق، نحن قلنا في عندي اليوم انا ست محطات مسروقين، وكل محطه بتكلف تقريبا بال 15 20,000 دولار تتصلح. الفرق العمله ما بقى فينا نلحق نقدر نعمله، هيدي مشكله كبيره عندنا. نحن وجهنا النداء للقوى الامنيه، نداء لمحافظ بيروت، لمحافظ جبل لبنان، عم وجه النداء للسلطات المحليه انه يساعدونا اقل بالحراسه هالمنشات. بتقول البلديات، عم بقول هيك انا، يقال انه لا انتم ما بتحرسون. انا بدي اعطي مثل صغير، في محطه من المحطات ما رح نقول اسم وين تما حدا يحكي، اجى حط له الفرد براسه للموظف وسكوها قدامه،
وفلوا وشيلوا الفرد عن راسه. يعني نحن الموظف شو بده يحرس؟ بيحرس بيقعد بالليل بيطلع اذا اجوا علام لتمين او اجوا علام بسلاح ما في يعمل شيء. طب مدير هذا الشيء مضايقنا كثير. مدير تسمح لي بسؤال؟ انقطاع المياه من وراء سرقه المحطات. تسمح لي بسؤال؟ تفضل. يعني انا الناس بيقولوا انه طالما المي ما عم تيجي لعنا ليش نحن بدنا ندفع اشتراكات؟ غليتوها ومشي الحال. من 100,000 150 مدري قديش كانت ل 900. يعني أنا بأمانة عم بنقول هذا السؤال، يعني المي إذا ما عم توصل لعند الناس ليش بدهم يدفعوا؟ حاج مضبوط، كانت المي تكون بكل صراحة، كان المي 350 ألف ليرة نعم على رأس السنة نعم، يعني كان تقريباً 240 دولار، كان متر المي 240 دولار، اليوم نحن 950 ألف كم دولار؟ 20 دولار. وكل شيء صار بالبلد على الدولار نعم. يعني المؤسسه متراجعه 110 مرات لورا نعم. نحن بجينا نغلي المي تنواكب اللي عم بصير بالبلد. نحن كنا مدركين هالموضوع كمدراء عامين، نحن اجتمعنا وكنا عم نغلي المي تنواكب اللي عم بصير هلا نعم. هلا في كثير ناس بيقولوا عم يغلوا المي علينا يا خيو، بعتوا لنا المي نعم. نحن لو الاموال الموجوده اليوم اللي عندنا اياها اول شيء يفرج عنها بمصرف لبنان كان مشكلتها بتصير 50. شو وعدكم الرئيس مئاتي؟ وتاني شيء 900,000 950,000 الرئيس مئاتي مشكور عمل اتصالاته وعدنا خير، ولكن حاسس انه الامور بعد ما فلتت 100%، بدنا نرجع نعيد الاتصال برئيس مئاتي ونعمل اتصالاتنا مع كل المعنيين تنقل لهم انه نحن اذا بقينا هيك لو تصلح العطل بالعطل الرئيسي لو تصلح نحن واصلين لمحل ما بنقدر نجيب مزود نعم. ما عندنا اموال لنجيب مزود من الفريش لانه انطلب منا نحط فريش ماني تنقدر ندفعهم حتى باللبناني يعني ندفعهم حق مزود. نحن ما عندنا امكانيه لان بعدنا عم نقبض بالشيك، بعدنا عم نقبض على الكريدت كارد، بعدنا عم نقبض بالتحويل. فلهالسبب نحن مش ما عندنا نقدر نعمل فريش. نحن بدنا نساعد المواطنين، ما فينا نقول له ما تدفع شيك، ما فينا نقول له ما تدفع كريدت كارد. هي من ناحيه. من ناحيه ثانيه حاج نعم، طن المزود بس عملنا ميزانيتنا اول السنه كان طن المزود 400 دولار 390 320. اليوم طن المزود 1250 دولار. نحن اليوم بهالفتره من راس السنه لليوم الكهرباء ما عم تجي، كانت تيجي الكهرباء اكثر سنه الماضيه واللي قبلها، استعملنا مزود اكثر من اللزوم وغلى المزود اللي صار عللنا اكلنا مصرياتنا بالموازنه. يعني بقى حتى مصريات المزود قلوا كثير خفوا. من هون انا عم ناشد وعم طالب المجتمع الدولي، المجتمع الوطني، المجتمع المحلي لازم نتساعد بشيء معين تنقدر نكمل. اذا ما ساعدنا ما فينا نكمل. شو المطلوب؟ اقلوا حق المزود، اقلوا بالمزود، المي حياه. المطلوب انه يصير في شيء لمؤسسات المي، تبرع، يصير في تقدمة مزود، يصير في حق مصاري يعطون على القليل نجيب مزود او جيبوا لنا كهرباء ونحن بنريح، يجيبوا لنا كهرباء ونريح العالم كله، ما بدنا شيء منهم. يردونا بتمكن تيجي الكهرباء اللي عندنا نحن بنريحهم. حاج انا يعني مصائب قوم عند قوم فوائده نعم. اللي صار ببيروت هالجمعتين الناس ماتت ورح تعمل ثوره. الله يعين اذا المؤسسه ما قدرت عمت واجباتها لبعدين لكل الناس مش بس لبيروت. عندنا مشكل كبير بيكون لازم المعنيين يعرفوا المي اهم من الخبز، المي اهم من المستشفى، المي اهم من الاوتيلات ومن المسابح. نحن كل شيء بده مي، الدواء بده مي، المي هي الحياة. أهم مادة هلأني للحياة هي المي. لازم مؤسسات المي يكون عندها تعامل خاص من قبل المعنيين والدولة تنقدر نكمل. هلأ في ناس بيقولوا لي عم بحب جاوب دغري نعم. لأنه قد ما في إشي براسي. أنتو الدولة وكيف ما بتأمن مزوت، وأنت الدولة وكيف ما عندك كهرباء. نحن بنحب نقول للناس نحن مؤسسات المي دورنا الوحيد توزيع المياه بالتساوي للشعب للمواطنين. نحن تنقدر نوزع هالمي هيدا واجباتنا. لازم يكون عندنا كهرباء. نحن مش مسؤولين عن انقطاع الكهرباء بلبنان نعم. لازم يكون عندنا مزود. نحن مش مسؤولين عن انقطاع المزود بلبنان. لازم يكون عندنا مصاري. نحن مش مسؤولين عن فرق العملة بلبنان. نحن بضمن انهيار وطن ونحن بعد واقفين. انا بدي ناشد الموظفين اللي بيشتغلوا معنا بقول لهم انتوا ابطال. هاي رسالة كل موظف بعده عم بيجي على المؤسسة عم يعمل رسالة. لأنه في ما يجي بيقول لي ما معي بنزين، بيقول لي ما عندي. يعني أكيد في ناس ما عندها 700 هيدا واقع مزبوط يعني بنزين. اللي بيقبض مليون ونص يعني تانكتان بنزين نعم. يعني كثير أسئلة يعني عم تورد على تليفوني بس أنا بدي أعتذر من الأصدقاء.
اللي عم يتواصلوا معنا، يعني احنا عم نكتفي بهذه التوضيحات اللي انت عم بتقولها، بس ساعدتك يعني اذا ممكن بموضوع سرقه الكابلات مثلا من محطه مروكوس بالديكويني كابشيرفيل، خلينا ندقق بالمناطق وفق البيان اللي عندكم. يعني اليوم انتم عم بتطالبوا المسؤولين، السلطات المحليه، البلديات يساعدوكم، ولكن هذه السرقات وقت اللي عم نحكي عن كابلات ومحطات، مش عم نحكي عن علبه كبريت نخبيها بالجيبه ونهرب فيها ونسرقها، كيف عم بتتم هذه العمليات الكبيره؟ عم بتتم بالليل، بمنتصف الليل عم بتتم. نعم. ومع الاسف بالنهار كمان عم بتم سرقات، مثل ما تم عندنا بمنطقه اللؤلؤ، بمطل مثل ما صار عندنا بكسروان، بالنهار او بالليل. وانا هون بحب اني اشير على منطقه كابشيرفيل، انا بدي اشكر كل الناس اللي ساعدونا، في ناس ورؤساء بلديات ما حب يقولوا اسمهم، هن تبرعوا وساعدونا وساعدوا المؤسسه تنعيد المحطه الى ما كانت عليه، ونحن اليوم عشيه هاي المحطه بترجع تمشي وبتنفرج على كل الناس اذا امراض. بس مش المشكل تمشي اليوم المحطه، المشكل منعود تنسرق. نحن وجهنا نداء وحطينا ناس، وفي ناس من اهالي البلده كمان رح يحرسوا المحطه، بس اللهم كيف هيك بنضل عايشين؟ وما كان عندنا محطات، اقله بتعرف شو بصير حاج؟ اللي في كابل كهرباء بيكون من الموتور رايح للمحطه، بيقصوا الكابل وبياخذوه، هي الكابل الوحيد حقه فوق العد 4000 5000 دولار، يعني اقل شيء اقل ضرر بصير علينا عن وقفنا ضخ المي. طيب اذا موتور كهرباء تعطل فيه شيء معين، انا المهندسين بيقولوا لي اذا تعطل رماء او شيء كذا، كله بالدولار، عم بياخذ وقته تيتصلح. نحن بنلتجي لجهات المانحه، اليونيسف مشكوره عم بتساعدنا، لو عم بتساعدنا بشكل كثير قليل اليوم، بنلتجي لانه ضروري وارجنت وكذا، بياخذوا وقت ليصلحوا لنا، من هيك عم بصير انقطاع المي، من هيك عم بصير انقطاع المي كثير، كثير اللي عم تاخذ وقت عليها. انا بحب اقول للمواطنين ما في شيء بنقدر نعمله بالمؤسسه الا ما نعمله، ما في شيء بنقدر نعمله الا ما نعمله. انا معك، انا معك. ما في عندنا اهمال مثل ما فكروا الناس وبيسبونا الناس. طب اليوم اذا بتسمح لي يعني بدي استعرض يعني بعض المحطات اللي يعني لاحظنا انه فيها برمجه ببعض المناطق، ببعض الاقضيه، المحافظات، هون وهون وهون وهون، لحتى تكبر دائره الاحتجاج، ويقولوا جان جبران محافظ الالقاب، ويوضع يعني هو يعني على صدره ترشق الاتهامات، يعني بموضوع محطه اللؤلؤ كمان اللي تفضلت وانت حكيت عنه، وتصليح خط افقى يلي بغذي وسط جبيل وساحل جبيل الشمالي كمان، يعني انه قليل جبيل. وانا اذا بتسمح لي يعني هالسيلفي اولى، انه مره كنت عم بحكي معك كنت انت معجوق، قلت لي عم دبر كمان ستار مي لجان جبران لك انت، يعني معقول مدير عام مياه بيروت وجبل لبنان ببيته ما يكون عنده مي؟ قل لي حاج، هذا السؤال انت قلته، انا ما بحب اقوله لانه بفكر الناس ان عم لا لا لا، هيدي عم نحكيها بالامانه 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 صارت، وانا عم بحكيها لانه صارت بالامانه. هذا انت قلته. انا مثل كل المواطنين، انا مواطن عادي بجبيل، واكيد في انقطاع كان خط اف، او انا بشرب من خط اف، اضطريت اجيب سترنات، وبعد اليوم عم جيب سترنات لانه كمان هذا الخط بس ينقطع بثلاث ارباع بلاد جبيل ما بعرفش تشرب. انقطع مرتين هالخط، اول مره انكسر نتيجه حفريه كانت عم بتصير، تزبطت الحفريه رجع، بس اجت عيانه المي اذا بتتذكر من اسبوع، اجى عيانه كثير قويه، رجع شلق محل بمنطقه جني، شلق الحائط وكسر الاسطل، واخذ وقت كثير، وصراحه الناس عم بتعاني كمان ببلاد جبيل من المي، وعم تعاني من انقطاع المي. باللؤلؤ عندنا محطه باللؤلؤ انسرقت بنص النهار، اجوا ناس سرقوها وفلوا، وكان الموظف قاعد هونيك ما خلوه يحكي معهم. بكسروان ما بدنا نعد وين عم بصير اشي علينا كثير. هيدا الشيء منه منيح لنا، هيدا مش شيء منه منيح للناس. نعم. وللمؤسسه. نحن عم نخبر هالمواضيع تالناس تعيش معنا، تالناس تعرف نحن شو وجعنا. انا بأسف من بعض الاشخاص، بنشرح لهم هيك بيقولوا لنا ايه، بعدين بيجوا بينتقدونا، وفي ناس كثير عم بيتفهمونا، وفي ناس كثير بعد عندهم مي، يعني بعد عم نقدر نعمل نجيب مي بالتي هي احسن. انا بحب ناشد المواطنين وبقول لهم بكل صدق ومحبة، أكيد في موظفين أساسا كانوا مش منيح، شلنا نصهم وبعد عم نشيل وعم نطهر الموظفين وهذا، بس اليوم في موظفين مش بإيدي مش منه قدرانين يوصلوا عند المواطن. طيب ساعتك عم بيجربوا. نعم. بالتي هي أحسن يوصلوا. نعم ساعتك. هلا كمان يعني على التلفزيون عم بتورد بعض الأسئلة هلا من شوي، عم بيقولوا إنه ليش البيسينات عندهم مي؟
يعني هي عقدة دايما بكل صيفية نحن بنقوله بتنقطع عند الناس وبالبحور وعلى البيسينات وعلى الشواطئ عم بيكون فيها مياه. يا ريت بتوضح لنا لمرة أخيرة يعني هذه الصورة إنجاز التعبير، ليش في مي بالبيسينات؟ حاج هذا السؤال انا بسمعه من انا وصغير، على طول بيسينات فيها مي والناس ما عندها مي. مزبوط. انا بس صرت مسؤول انا فيني اكد، انا فيني اكد نعم انه لك ما فيني، يمكن في شي محل بيكون في سرقه لقطناها او حدا، بس اكد انا 90% البيسينات ميتها من سترنات، البيسينات ميتها من غير مصادر مياه بيروت جبل لبنان او من غير مصادر مياه المؤسسات. نعم. البيسين عنده مصدر خاص بيجي بيحط مي فرد مره وبيقعد، بس نحن مش انه على طول عنده مي عم بيجيب على البيسين، قال بيعبي البيسين فرد مره. انا 90% ما بدي اقول 100%، ما حدا ما في شيء مطلق ما بتعمل. يمكن نحن لقطنا كم موظف، كانوا عم بيتعاملوا مع البيسينات واخذوا عقوباتهم. من وقتها لليوم انا باكد انه ما في حدا، ما في بيسين عم تاخذ من عنا، وما فيني اجزم على التلفزيون هالموضوع، ولكن فيني اجزم انه نحن اي حدا عنده اي وثيقه بقلنا انه هالبيسين عم تاخذ من المؤسسه سرقه او غير سرقه، نعم. نحن اليوم بنروح ومنعاقب وبنعمل ضبطات فيهم ومنحولهم على النيابة العامة. طب بموضوع قطاع المياه بمنطقة بمريم بالشوف وضواحيها، كمان بس معقول لأنه ما في مزوط يعني قاطعين يعني المياه عن بمريم وضواحيها، ليش؟ مريم هي أبار، وهالأبار ما في كهرباء، بتيجي الكهرباء ساعة، وهون بحب إني أقول بس تيجي الكهرباء ساعة شبكة المياه بدها أكثر من 4 ساعات تتعبي تكل الناس تاخذ، بس تيجي ساعة الكهرباء شبكة المياه بتعبي هيك خلال هالساعة، في ناس توصل لها ناس ما بتوصل لها. من هون الناس المواطنين بيصيروا يقولوا ليش فلان عنده وأنا ما عندي، لأنه ما ضغطت، ما بكون ما ضغط الخط بالمي. أنا أكيد برجع بقول لك مريم ما عندنا مزود، بمناطق شوفوا علي أغلب محطاتها ما عندنا مزود. نعم. المزود كتير قليل، من هيك في تقنين للمياه. ونحن اليوم ما قلت لك حاج راجعين نعمل حوار مع البنك المركزي، يمكن نضل نرجع نطلع عند دولة رئيس مئاتي تنرجع نندعم بالمدود بالكميات أكثر، لأنه كهرباء ما في وضروري يعطونا كميات أكثر تنقدر نعطي الناس حقوقها، هي أبسط شيء هي المي. طيب كمان موضوع تأمين مولد كهربائي لمنطقة ودى الجوز بكسروين من أجل إعادة تأهيل قطع مستعملة قديمة على أن يتم وضعه بالخدمة لحل المشكلة، يعني عم نرجع للقديم لحتى نشغل حالنا اليوم؟ مظبوط. بوطى جوز بكسروين كانوا يشربوا من أبار فيها كان موتورات، وما كنا نعيز الموتورات كان في كهرباء. اليوم بس انقطع الكهرباء هالمنطقة هنيك انحرمت من المي إلى أكثر من سنتين. نعم. اليوم عم نرجع عم نجيب موتور تنرجع نجدد الموتورات، يعني مع الأسف نحكي هالكلام على اليوم على التلفزيون ونخبر الناس، الناس ناطرة مش موتور وحيالله حج خلاص تيخلصوا بهالموضوع. نحن نعم. اخذنا وقت بهالموضوع لانه صار في كتير مطالبات فيه. نعم. بصدق حج انا بدي اقول لك كل المناطق عم بتعاني، ومش بس بيروت جبل لبنان، مناطق المؤسسات كلها عم بتعاني. في ناس تقدر توصل صرختها، في ناس ما توصل صرختها. ما في شك انه بيروت هي العاصمة، الصرخة اكتر شيء بتكون كبيرة، ولكن انا برجع بقول للناس نحن موجودين بكل قوانا وبكل قدرتنا اللي نقدر عليها اللي عم عندنا اياها، بس مش نحن ما فينا نشتري قطعه حقها 25000 دولار نحن ما معنا اياها، نحن ما فينا نلبد، يعني بدنا معنيين يطلعوا بهالموضوع، ولكن رح منضل نسابر لاخر رمق. لا سمح الله اي سقوط اي مؤسسه مياه بلبنان بيكون بدايه انهيار لبنان كاملا. طب اليوم إلزام المتعهدين بالتصليحات قديش قادر يطمون عليهم؟ بصراحة بدي أختم بهذا الموضوع، لأنه إذا في عطل بمنطقة معينة بشارع معين، يعني بنحكي مع مؤسسة مياه وجبل لبنان بيقولوا أنه المتعهدين ما كتير عم بيتجاوبوا. من خلالك أنت بدي أعرف إذا كان في عطل صغير أم كبير كيف عم بتم إصلاحه بهذه المرحلة سعادتك؟ حج قصة المتعهدين، هي سيف ذو حدين. أنا بدي أيام بياخد هيك محل بحط حيلي محل المتعهد، وأيام بحط حيلي محل المؤسسة. إذا بدي حط حيلي محل المتعهد، نعم، المتعهد ما عم يقدر يقبض دغري بسرعة إلا باللبناني من عنا، ومجبور يشتري قطع بالدولار. من هيك أغلب المتعهدين عم يهربوا،
يعني بتطلب منه طلب بصير يحج يعمل حجة ومش مدفع لنا وكذا. وأنا مثل ما قلت أول الحلقة إنه أيام تأخير الدفع بالمؤسسة بصير نتيجة عدم وجود الموظفين يومية على المؤسسة حتى الإداريين. لا هون من هالناحية المتعهد معه حق إنه بده أموال تقدر يشغل حاله ويشتغل. من ناحية تانية في متعهدين استغلوا هالظرف وهربوا. أنا على طول بحكي عنهم بقول لهم أنتوا بس كان البلد بخير والمؤسسة بخير كنتوا ما تفلوا من عنا، ضلوا قاعدين بدكم شغل. اليوم بيسكلوا تليفونات تبعونهم. أنا من خلال هالشاشة رح وجه للي صادقين معنا، تفضل متعهدين الصادقين يلي هن هلقني عم بيشتغلوا معنا ويتحملوا معنا ويحطوا من ربحهم القديم يلي كان معنا، مع أنه الربح القديم بيقولوا لك يا حو راح بالبنوكي مش موجود. هودي الأمور رح تقطع. نحن المحن ما بتدوم، الوطن بده يعبر وبده يقطع. المؤسسة راح ترد الجميل يلي للناس يلي كانوا ما عمناح بالظرف الصعب، والمؤسسة راح تعمل بلاك ليست لناس ما قدروا ساعدونا وما كانوا معنا. نحن اليوم من هالمنطلع عم بقول ما عنا متعهدين بقى كتير، متعهدين قلوا، متعهدين ما عم بيقدروا يشتغلوا، من هيك في مي على الطرقات كتير، من هيك في عنا قصاطة مش عم فيها صلحها بسرعة. ولكن من هون كمان بدي شد على ايد المتعهد اللي عم بيساعدنا، بشد على ايد المتعهدين الأوادم يلي بعدهم معنا، والله يسامح يلي استغلوا المؤسسة واستغلوا هالبلد وهربوا. هلا استاذ جان انا بدي اشكرك بالختام، يعني طبعا وضحنا هذه الصورة. اذا عندك شيء سريعا يعني نطمن الناس ببيروت المي ايمتى رح ترجع، وببعض المناطق اللي سبق وحكيت وكان في وعود انه ترجع، اذا ممكن تعطينا برنامج سريع تفضل. انا على طول بحب طمن الناس، انا على طول متفائل. انا ستعطي دات 2 دات لرجوع المياه الى بيروت، واللي حصل كان مش بارادتنا ولا باراده المهندسين عم يشتغلوا. نعم. بس فيني تقريبا شبه تاكيد انه هالويك اند اذا الله راد رح يكون مريح لمدينه بيروت والمتن الساحلي واغلب المناطق اللبنانيه لما يكون كمان جبنا مزود. بهالويك اند رح تكون مريحه قصه المياه لكل هالمناطق اذا الله راد. هلا اجتني صوره من قضاء جبيل، حدا فاتح حنفيه المي نازله رفيعه، يمكن هيدي إشارة أنه رح تيجي المي مثل العادي. شكرا لك المهندس جان جبران رئيس مجلس الإدارة مدير عام مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان لهذه الإطلالة، وبتمنى مرة تانية تكون معنا بالاستوديو تيكون الوقت أطول ونحكي بملفات أكثر. شكرا لك. طبعا أصدقائي هلأ بكون الفاصل لمحطة إعلانية بعد ما نشكر شباب فريق النقل الخارجي. بدي حيي المصور عماد حمودي والفريق اللي عم بيعاونوا بهذه الإطلالة. إذا المحطة لفاصل ونتابع. بعد ما كنا متابعين سوا مشاكل وحلول مع ضيفنا رح نضوي على موضوع صحي مهم كتير. بعد بيان الصادر عن نقابة أصحاب المستشفيات بلبنان عملوا اجتماع طارئ لفتوا فيه لأنه المستشفيات اللي عندها مركز لغسيل الكلى رح يكون في رفع دعم أو كلام أو موضوع رفع الدعم عن بعض الأدوية والمستلزمات المستعملة للمرضى بجلسة غسل الكلى، والسبل بحثوا بالسبل الآيلة لتأمين تغطية زيادة على الكلفة الناتجة عن هذا الأمر. طبعا اليوم نعرف أنه معالي الوزير وزير الصحة مهتم بهذا الموضوع، عم بيسعى قدر المستطاع أنه يعمل أقصى جهوده لحتى ما حدا يدفع فرق، ولكن مريض محسوب على الضمان على وزارة الصحة على أي من الصناديق الضامنة. مع ضيفنا دكتور روبير نجم رئيس الجمعية اللبنانية لأمراض الكلى ورئيس الجمعية العربية لأمراض الكلى، بنلتقي لحتى نوضح بهذا الموضوع الصحي المهم جدا والمخيف إذا ما انتبهنا له ووصلنا له. موافقني لهون؟ أكيد. أهلا وسهلا فيك. يعطيك العافية. خبرني اليوم، يعني دائما ما لنا زمان تلاقينا نحن وياك، اكيد عم ضوى زيت الموضوع، كنت عم ضوى يعني وليش دائما على نفس الموضوع؟ ليش بدنا نضل يحس حاله مريض اللي بيغسل الكلى عنده يحس حاله دائما مهدد وهو دائما بخطر؟ بدفع فرق ما بدفع، في إلي دور ما في دور، المستشفى اللي انا مسجل فيها بعدها فاتحه مسكره، شو هالامور هيدي عم بتصير؟ انا تقريبا من سنه بلشت ضوي على الموضوع كرئيس جمعيه، عارفين وين واصلين، بس للأسف يعني ما في إلا معالي وزير الصحة كان عم يسمعنا. نعم. عم يجرب يساعدنا على طول، يعني بنشكره بأول حلقة حقيقة عم يعمل مستحيل تيساعد مرضى غسيل الدم. الوزير لازم يجرب يساعدنا ولا بده يفرض يساعدنا؟ عم بيعمل كل الممكن تيساعدنا، بس تعرف الأزمة مش عند وزير الصحة التنين، شو في التنين؟ في وزير مالية عندك التنين، شو في التنين؟ قلي التنين بعد بيان نقابة المستشفيات. نعم. معالي الوزير دعا لاجتماع لكل الجهات الضامنة. نعم. مع كل الجمعيات، يعني جمعية أمراض كلى مع
رئيس جمعية المستشفيات الخاصة مع نائب الأطباء تندرس الموضوع. طيب وين معروف الموضوع دكتور بترجيك قلت لي بدي أدرس عذرني الموضوع معروف وأنت قلته قبل بمرة. موضوع معروف أنه ما في لغز بالموضوع. تدفعوا مصاري للمستشفيات المستشفيات بتحكم المرضى. المستشفى وين بتجيب مصاري نقدا يعني فريش؟ طب والمريض شو ذنبه كمان؟ شفت المريض شو ذنبه؟ المريض نحن مريض مجبورة في الدولة. نعم. ما حدا في حل محل الدولة. إذا المقصر الأول مين؟ دكتور الدولة هي عم تقصر. الدولة يعني وزارة المالية يعني اللي عم يدفعوا. نعم. وزير الصحة طلع القوانين اللازمة على التعرفة للمستشفيات، على التعرفة للأطباء، عم يجرب يحافظ على الدعم على الماكسيموم دعم للمعدات الطبية. طيب. للدياليز. بس اكثر هيك ما في يعمل. طب واذا وزير المال بيقول انه انا ما عندي اموال شو بدي اعمل؟ ما هي ما رجعنا وزير المال رجعنا للبنوك المستشفى اذا قبضت تحويله من البنك من وزاره الماليه. طب هلا شو الوضع المتاز. الوضع اليوم على الارض كيف الوضع؟ في انتظار مستشفيات. كم مريض عندنا بغسل كلى؟ عندنا 4000 مريض بلبنان بيغسلوا بالدم. في حدا منهم مهدد انه ما بيقدر يغسل او لا؟ لحديت هلا ما نشكر نيابه مستشفيات بشكل خاص لانه حقيقه صار لهم سنتين عم يضحوا لانه عم يشتغلوا يا بخساره. برافو. يا بلا ربح بالمره. اكيد بلا ربح اكيد، بس في كثير اوقات عم يشتغلوا بخساره. طب عم يغطوا خسارتهم غير مطرح. شو يعني رفع الدعم عن جلسه الاسبوع بدي كمل الاستاذ الاولى بس لك في 1000 مريض زارعين كلوه وهودي مهددين لانه مش على طول يعني. عم يلاقوا ادويتهم. والمريض اللي زارع كلوه اذا قفى نهارين نعم او ماكسيموم 3 ايام دواء الزرع بيرفض جسمه الكلوي. اذا رفض جسمه الكلوي يعني رجع على الدياليز او مات. هيدي الخطوره اللي عم كلمات بشعه بس انه هيدي الحقيقه. نعم. مريض غسيل الدم او دياليز 1000 مريض عندنا بلبنان. عندنا 1000 مريض تقريبا زارعين بده ياخذ دواء كل حياته. كل حياته هذا الدوله عم بتامنه ولا ما عم بتامنه؟ مبدئيا كانت عم بتامنه عم بيجي هبات. كانت عم بيجي هبات بس عم بيكون في نقص كثير. نعم. ان كان من مرضى وزاره الصحه او كان مرضى الضمان او جهات الضامنه لان دواء منه موجود على طول عند الوكيل. غالي هلا رفع الدعم عن كثير ادويه. العلب اللي كان حقها 200,000 صار حقها مليونين. كمان غسل الكلى كمان رفع الدعم عنهم؟ رفع الدعم عن كل المعدات غير الفلتر. غير؟ الفلتر اللي بيغسل هو الفلتر اللي قيمته تقريبا ب 12 دولار، هذا بعده مدعوم، بس كل شيء مصل، امصال، اسيد، ابرين بدياليز، ابر الدم مش موجوده، طار مريض اللي بيغسل بده ابر تقوي الدم، اذا ما قويناله دم رح يعتاز ل كيس دم نعطيه دم. نعم. كيس الدم بشكل خطر التهابات يلقط صفيرة بعدين كمان مكلف. طيب هذا اختصاصك. أنا بشكرك أنت عم بتوضح للناس اللي عم بيتابعونا. نعم. ولكن المسؤولين بيعرفون أنه نحن إذا قصرنا بهذه الناحية رح نورط الإنسان اللي بيغسل كلى بأمور أكبر. بيعرفون نحن صرنا أكثر من 6 أشهر عم ندور على الموضوع. اجتماعات مع معالي الوزير مع جهات الضامنة. نعم. أستاذ سليمان هارون ليل نهار شغله وشغله الدياليز. نعم. بيقول لك انا بيقول لك ما لي قلب قصر جرام على مريض الدياليز. بعرف يعني المستشفيات عم يضحوا بهالموضوع والوزير حاطط هدف انه الدياليز خط احمر. تساله الدكتور فراس بيقول لك دياليز خط احمر. شو ممكن يصير بعد الترين بصراحه؟ يعني اجتماع ما بده يكون مثل غير اجتماعات. اجتماع اذا المستشفيات ما قبضوا حقهم. نعم. ما فيهم يكملوا بده يدفع المريض. نعم. للاسف بده يدفع المريض. المستشفيات عم تضحي. الاطباء الكلى ما عم نحكي عنهم. نحن واجبنا انساني بس كمان صرنا سنتين عم نضحي ما عم يوصلنا حقنا. نعم. او اذا وصلنا على البنك ما فينا نحصله. ما عم نحكي لانه في اولويه للمريض نحن هون. طيب اليوم الدولار ب 30,000 تقريبا، خلينا نقول 28 29 30 حتى ما حدا يزعل منا. يعني المريض وقت اللي بده ينرفع الدعم او عن غسيل الكلى قديش بتصير بتكلف الجلسه؟ هي تقريبا كلفه الجلسه بدون دعم. نعم. بحوالي ال 60 دولار. 60 حوالي 60 دولار بدون اتعاب الطبيب. على الفريش عم نحكي؟ على الفريش. نعم. كم مرة بده يغسل؟ بده 3 جلسات بالجمعة أو 13 جلسة بالشهر إذا بدك. يعني عنده 700 دولار مريض تقريبا كلفة غير الأدوية. انتبه 700 دولار. مريض الدياليز 700 دولار ضرب 30 شباب ساعدونا قديش؟ 700 ضرب 12 على السنة كلها. 12؟ 12 شهر 700 بالشهر بده. كثير يعني كثير. بعدين ما تنسى إنه عنده أدوية تقريبا بين ال 100 وال 200 دولار حسب بالشهر هو عم يشتريهم. اغلبيتها بطلت مدعومه ادويه. يعني عنده مريض اللي بيغسل او دياليز. طب الهيئات تقريبا 12 دواء. هيئات منظمات دوليه ما بتساعدنا عربيه ما بتساعدنا نحن
وقت انفجار بيروت، وقت الـ WHO وقت انفجار بيروت ساعدونا بكمية فلترات قضتنا على شهرين. نعم. عم يبعثوا مساعدات أدوية على وزارة الصحة، أدوية المناعة عم تجي أدوية. في كتير جمعيات عم تساعد، بس شو بدك تساعد 4000 مريض بلبنان؟ عم بيجي هيدا المستشفى بيجي شوي، هيدا المركز بيجي شوي، بيجينا شوي أدوية. اللي عم بيجي منه كافي يعني. منه كافي لا، بعدين مع أزمة، للأسف مع أزمة أوكرانيا، أوروبا برمت وجهها عن لبنان. صار أنظارة موجود، أنظارة أوكرانيا بطل في يساعدوا لبنان. طب عند أولوية لا. إذا بتسمح لي، إحنا عم نحكي عن 4000 مريض. نعم. ليش وصلوا ل 4000 مريض؟ يا ريت تعطينا يعني عن الأمور التحفيزية التوعوية لحتى الناس اللي عم بيتابعونا ياخذوا احتياطاتهم. بتعرف كثير منيح إنه إحنا بنشتغل بالجمعية على التوعية من سنين، عم نشتغل على التوعية. أوكي. عندك تقريبا 1/10 من المواطنين عندهم مشاكل كلاوي. نعم. يعني 1/10 إذا قلنا نحن عندنا 4 ملايين او 5 ملايين بلبنان، يعني عندك 500,000 الشخص عنده قصور كليوي. بسبب؟ بسبب اول سبب رئيسي هو السكري اللي عم يزيد عالميا بلبنان الشرق الاوسط، ثاني سبب هو الضغط، ثالث سبب التهابات الكلاوي، امراض المناعه، ورابع سبب امراض وراثيه. بس السبب الرئيسي اللي بشكل 30-40% هو السكري. وهذا له وقايه اكيد بنضوي على الموضوع. احنا كنا اخذين فكره انه المي اذا كانت مش نظيفه هي تتسبب. لا لا، المي بتعمل التهابات بس ما بتضرب الكلاوي. اذا ما بتشرب مي كثير لبعض الامراض بتاذيك، بس السبب الرئيسي هو السكري، وهذا السبب فينا نتوقعه. في امراض وراثيه ما فينا نتوقعها، ما نتعايش معها، بس السكري فينا نتوقعه، ما نوصل لقصور كليه وما نوصل لدياليز. بقى بلبنان صار عندنا تقريبا 4500 مريض، خسرنا 500 مريض بالكورونا بالدياليز. 500. وعندك سنويا بيزيد مرضى تقريبا بال 500 مريض جديد بالدياليز. وعدد وفيات تقريبا هو ذاته، عدد وفيات بالدياليز 10% سنويا. عدد وفيات عالي، وراح يزيد عدد وفيات استاذ نقولة، لانه اغلبيه المرضى ما عم ياخذوا ادويتهم مزبوط. بتعرف المريض اذا ما اخذ دواء مزبوط عم يتخربط الغده عنده، إذا تخربت الغدة بزيد مشاكل القلب، زادت مشاكل القلب زادت كمية الموت، زادت نسبة الموت عند مرضانا. أول شيء بعدين إبر الدم اللي بتقوي الدم، كل ما كان دمه ضعيف للمريض كل ما عرضناه لخطر الموت، لخطر الجرحى. قديش بحاجة لإبر دم يلي بيغسل الكلى؟ عندك تقريبا إبرتين دم بالأسبوع، ما هلأ مش موجودين بالسوق. ويلي عم بيغسل حاليا؟ هلأ عم يجيبوهم بالسوق السوداء، عم يجيبوهم من برا، عم يدفع حق الإبرة 200,000. إبرة كان حقها 30,000 أو 40,000، صار حقها 200,000 بالسوق. نعم. إذا بده إبرتين بالجمعة المريض 400,000، نضربهم بخمسة أو بأربعة. طب بتعذرني لصراحتي؟ نعم. يعني اجتماع يوم الاثنين، ليش يوم الاثنين وهذه الحالات الخطرة؟ نعم. أنت عم تحكيها بقلب مفتوح لحتى توصل لكل الناس، ليش للاثنين؟ للاثنين لقدر معي الوزير أكيد عنده ارتباطات، قدر جمع كل الجهات الضامنة. طبعا نعم. نحن نكون عدة جهات ضامنة، يعني كان الضمان. ما في شيء اسمه استنفار طبي، ما رح نقول عسكري. استنفار صار لنا 6 أشهر مستنفرين. نعم. وعدة اجتماعات، يعني حتى مع معالي الوزير كان عندنا اجتماع مع نائب الأطباء بالقصر الجمهوري مع مستشار. نعم. الرئيس كمان، مع فخامة الرئيس عم يجرب يساعدنا. نعم. من خلال الجهات الضامنة الدولية. نعم. من تبرعات دولية، لأن بتعرف. نعم. أنه ما في دول عم تساعدنا، عم نجرب على كل السفرات ناخد مواعيد نحن كنائبة أطباء كجمعية أمراض كلاوي تنشوف نجيب مساعدات. نحن عارفين وضع الدولة نحن، بس كمان منجرب نجيب مساعدات من برات الدولة. طب ولكن التواصل رسميا يعني مع كل البعثات الدبلوماسية قد يكون أسرع منكم أنتم كنقابة، مع كل التقدير لدوركم ومكانتكم ورصيدكم الكبير؟ بعتقد معالي الوزير ما عم بيأثر الموضوع. نعم. بس ما في استجابة، ما في استجابة ولا ما في استجابة دولية على الموضوع حتى بهذه الحالات الإنسانية. للأسف نحن بحصار. أنا بشكرك على حصار، حصار اقتصادي. نعم على رأسي، ولكن على حصار على صحة الناس. للأسف ما عم يميزوا، ما عم يميزوا بين المريض والمواطن العادي. اللي قبلنا هن أمراض السرطانية، الأدوية قد عم يصرفوا على الطرقات، مين استجاب لهم حديث هلأ؟ في عندنا كمان هاي الأزمة، هول مرضين مزمنين خطيرين بلبنان، هن مرضى السرطان مرضى الدياليز. دكتور انت عم بتقولي اليوم عندنا نحن 4000. نعم. شخص بيغسل كلى. نعم. ممكن بعد شهر شهرين يزيدوا؟ هو بيزيد شهريا، بتزيد عندك نسبة سنوية بيزيدوا 10% 10 ما عم نقدر بالتوعية، حملية التوعية اللي حضرتك حكيت عنها ما عم نقدر أكثر نركز عليها لحتى عم نجرب قد ما فينا، عم نجرب. في كتير توعية عند الأطباء، في كتير على مرضى السكر عم يشتغلوا. للناس هلا اللي عم بيتابعوك على الشاشة، إذا بتطلع بالشاشة وبتقول لهم شو بدهم يعملوا كوعية توعية؟ كوعية، إذا عندك سكري بدك تتابع مزبوط مع طبيب السكري،
واذا عندك ضغط بدك تتابع مضبوط مع طبيب الضغط او طبيب الصحه تبعك، في حكمك طبيب صحه مش ضروري تروح عند طبيب اخصائي. اذا عندك امراض وراثيه بالكلى اكيد بدك تتابع مع طبيب كلى بصوره مستديمه، يعني مش مره بالعمر. اذا عندك التهابات بالكلى بدك تتابع. اذا عندك نصاحه بدك تضعف، بدك تعمل رياضه، بدك تشرب ماء كميه كافيه، ما بدك تاخذ دواء بصوره عشوائيه، شو ما وجعت باخذ دواء بدون ما استشير الطبيب. هذه شغلات كثير مهمه. اكيد نظام غذائي صحيح بيساعد كثير. طب اليوم هالمرحله اللي هلا نحن فيها قديش بتوصفها بالنظر الى مثيلاتها بالسابق انها هي اخطر او هي سابقه؟ استاذ الاولى عشنا كثير ازمات بالحرب نحن، بس ما وصلنا بهيك مرحله صعبه. بالثمانينات ما كان في عدد كبير هالقد بيغسلوا، اول حرب كان بعدها مبلشه غسيل الدم، ما كان في عدد كافي بس كانوا مأمنين. بالتسعينات ازمه 89 وال 87 المناطق كانت مقطعه عن بعضها بلبنان، ما صار هالازمه. نعم. يعني كان على طول يتأمن فلترات بين المناطق والمناطق، يتأمن الغسيل بين المناطق والمناطق. يعني إذا أنت ساكن بالأشرفية ومركزك بالأيوبية تنقول أو بمستشفى المنطقة الغربية من بيروت، كانوا يتأمن الحكمة يساعدوا بعض، المستشفيات يساعدوا بعضهم، لكن المعدات كانت موجودة. يعني واحد كل واحد منطقته كان يروح على مركز غسيل ويأمنوه، الأطباء حتى كانوا يغطوا مناطق مش مناطقهم تيضلوا مأمنين المرضى. هلا كل مستشفى في مركز واحد لغسيل الكلى؟ في عندنا تقريبا 80 مركز بلبنان. 80 مركز يعني في اثنين حديث هلا سكروا للاسف. وين؟ بسان لويس بجوني، وفي مركز بعكار سكر. نهائيا؟ نهائيا. مش مؤقتا يعني؟ مش مؤقتا. وعم يجربوا يحطوا المرضى بغير مطارح. للاسف الدولة ما عندها كثير مراكز، يعني المستشفيات الحكومية. قديش بتستغرق عملية غسل الكلى؟ 4 ساعات. يعني المريض بده يقعد 4 ساعات تقريبا. 4 ساعات، في مريض بيقعد 3، في مريض بيقعد 5، بس الافرج هو 4 ساعات. يعني المستشفى 4 ساعات. كم حاله بيقدر يستوعب بالنهار المستشفى؟ حسب المركز، يعني قد عنده مكانات. يعني اذا عنده عنده المركز 20 مكان دياليز، في يعمل 3 أقسام بالنهار، 3 شيفت، يعني في يستقبل 60 مريض بالنهار. 60 مريض بالنهار. ما تنسى المستشفى عندها مصروف كهرباء، مصروف مي، مصروف الموظفين. كهرباء يعني حكينا مازوت، يعني عندها مصاريف كثير عالية بمركز دياليز. طب اليوم كل هذه الأوضاع اللي احنا عم نحكي فيها عبر الإعلام، نعم، شو بتطلب من الإعلام أنه يكون إلى جانبكم لحتى يلعب دور توعوي يهم كل الناس؟ الإعلام تعرف دوره كثير مهم. أنا بقول على طول بالتوعية لأمراض الكلى أكيد، نعم، وبالتوعية على الأزمة المرئين فيها. الناس بدها تساعد تتقطع هالمرحلة، ما نساعد. يعني في كثير ناس عم يساعدوا مستشفيات، عم يساعدوا مراكز دياليز تيقدروا يكملوا. في كثير ناس خيرين بس ما بيطلعوا الاعلام بيقولوا انه عم ساعد. في كثير جمعيات من برا عم تبعت ادويه تتساعد المرضى بلبنان. في اشخاص في لبنانيه بعرفهم مثلا من فرنسا، ست لبنانيه صاحبتنا بتبرم كل يوم على المستشفيات بباريس على الفرماشيات، بتجمع ادويه تبعتهم مع الميدل ايست على بيروت تنساعد مرضى. حتى الميدل ايست عم تساعد بهالموضوع. برافو. نشكر مدير الميدل ايست لانه عم بيامنوا، بيطلع لك انت شنطه ببلاش اذا جايب ادويه معك بفرنسا، غير شنطه. هذه مبادره للميدل ايست، هي بتعمل بكل رحلات ميدل ايست من اوروبا. الاستاذ محمد الحوت بيقول له شكرا. بدنا نشكره، ما بعتقد اعلاميا حدا عم يشكره على الموضوع، بس نحن صرنا 6 أشهر تقريبا كل جمعه عندنا شنطه او اثنين مساعدات عم تجي من خلال الميدل ايست، من خلال ناس مسافرين بيحملوا الشنطه معهم ببلاش. طب اليوم نحن شو بدنا بلبنان لحتى تنحل هذه القضيه؟ قرار من وزير الماليه ولا امكانيات؟ امكانيات من وزاره الماليه. لا. الدوله بتدفع بالوقت مثل ما قالوا نائب المستشفيات، واضحين كانوا بيانهم كان كثير قصير وكثير واضح. لا. ادفعوا على الوقت للمستشفيات. تسديد فواتير غسل الكلى شهريا نظرا لقيام المستشفيات بتسديد ثمن الادويه والمستلزمات للمستوردين نقدا عند استلامها. مستورد الوكيل ما بيعطيك حبه دواء بدون ما تدفع حقها نقدا. فريش. كيف اذا بده يعطيك المعدات الدياليز فلترات اللي هو عم يشتريهم كاش، حتى لو مدعومين بده يدفع كمان هو حقهم، لانه مصرف مركزي مش على طول عم يلبيهم للمستوردين تيعطيهم دولارات يدفعوا حق البضاعه. مستشفيات بيقولوا على امل ان يصار الى العمل بهذه التوصيات اعتبارا من 1/7 اي 1 تموز 2022، كون المستشفيات قد بدات بتسديد الفواتير على الاسعار غير المدعومه. مين اخذ مبادره ورفع الدعم؟ شركات يعني ولا مين؟ مستوردين. مستوردين اخذوا قرار من عندهم؟ ما فيك تجيب بضاعه اذا ما بتنطر مصاري ما بيعطيك اياها مصرف لبنان. بعد في فلترات بس مدعومين.
والفترات من المصرف لما عم بيعطوني اياهم بالتقسيط. اذا يعني بالختام كان البيان مهم كثير، يعني بيقول اطلاع المرضى على هذا الواقع منعا لاي التباس او تشويش. للاسف لانه في تلفزيونات طلعوا عملوا مقابلات مع مرضى، مع معالي الوزير، نعم، مع مدير الضمان، مع دكتور كركي، نعم، وصور الاشياء انه نحن عايشين بجنه، لا في اوروز، لا في اوروز، عايشين بجنه وكل شيء مسهل، والضمان عم يدفع، وكله عم يدفع، الضمان عم يدفع سلفات، وسلفات عم تكون مخصومه، يعني عم يدفع حسب كل مستشفى، في كثير تفاوت بين المستشفيات، بس عم يدفع سلفات كثير مخصومه ما بتقدر المستشفيات يكملوا شغل. اذا الواقع هو بعكس ما انعرض. نعم، وانت عم تحكيها ومسؤول عنها. مسؤول عنها اكيد. دكتور انا بدي اشكرك للمعنيين المسؤولين قبل يوم الاثنين، شو بتحب تقول لهم؟ لانه انا بهمني يوم الاثنين نكون نحن كمان متابعين معكم ومواكبين، لانه هذا الموضوع هو موضوع انساني بامتياز، لا خطوط ملونة مرسومة قدامه، مفترض كلنا سوا نخوض هذه المعركة، لأنه حق الإنسان المريض يوصل دواء. أكيد، أنا بدي أقول له إنه في عنده 5000 مريض واصلين على شفير الهاوية، هن مسؤولين عنه، الدولة مسؤولة عنهم أول شيء، قبل الأطباء وقبل المستشفيات. أنا بدي أشكرك سيدي دكتور روبير نجم، رئيس الجمعية اللبنانية لأمراض الكلى ورئيس الجمعية العربية لأمراض الكلى أيضا. شكرا. شكرا لك. لهون أصدقائي نحن بنوصل لختام حلقتنا، لقاءنا بيتجدد معكم بكرة عبر تلفزيون لبنان الشاشة الأم اللي دايما بتجمعنا. إلى اللقاء.